النهارده الزمالك قدر الفتره اللي فاتت ان هو يثبت التشكيل، قلنا كلامنا امبارح مع فريق النادي الاهلي، والنادي الاهلي خلاص بقى النهارده ليه تشكيل ثابت وليه شكل. كنا دايما بنتكلم على ان حضرتك ممكن تعمل الروتيشن في توقيت انت عندك بطولات كتير او عندك كده كتير، او ان انت مش قادر ان انت تحط ايديك على الخلطه النهائيه او الوصفه النهائيه. شايفين الزمالك دلوقتي ابتدى يعني حماده طلبه بقى بشكل كبير ثابت، طارق حامد خلاص ده مكانه معروف واضح انه راجع على قناعه، عمر ثابت على طول بيلعب، الراجل بايمن حفني، مصطفى فتحي شيكابالا ممكن يبقى ورق بديل او ممكن ينزل ويغير مع مصطفى فتحي، مايوكا دايما بيبدا وتبقى الورقه البديله باسم مرسي. هو طبعا في استقرار في التشكيل بنسبه كبيره جدا، يعني التغييرات حتى كمان التغييرات اللي بتبقى اثناء المباراه بتبقى معروفة مين اللي ممكن هيطلع وينزل بداله، فده بيبقى استقرار في التشكيل، لأن أنت بتبقى عارف مين اللي داخل ال 11 وعارف كمان ممكن التغييرات تبقى في حدود مين، فده بيبقى بنسبة كبيرة بيبقى فيه استقرار في الفريق. التغييرات اللي حصلت النهاردة في الفرقة يمكن هو بداية إن شيكابالا ابتدى المباراة من أولها، يعني آخر ثلاث مباريات شيكابالا ما كانش بيبتدي، فالنهاردة وجوده هو ده يمكن تغيير، عدم وجود كهربا ودخول شيكابالا بجانب مصطفى فتحي وأيمن حفني ما فيش تغيير كتير، يعني لما تغير واحد او اتنين في ال 11 لاعب ما يعتبرش تغيير، لكن لما تغير خمس ست لعيبه في الفريق ده يعتبر تغيير في التشكيل. بنسبه كبيره في اخر اربع خمس مباريات اللي بيبتدي مايوكا كمهاجم، الثلاثي اللي بيلعب تحت مايوكا هو ايمن ومصطفى وكان كهربا، التغييره كهربا مش موجود، شيكابالا اللي بقى موجود، معروف وطارق هم اللي بيشتغلوا على طول، لما كان طارق حامد مصاب كان احمد توفيق اللي كان بيخش مكانه او ابراهيم عبد الخالق، فتغييرات في كل خط ممكن يكون واحد. التغييرات اللي في خط الظهر هو ديودار بيبقى بره بيخش علي جبر، كوفي بيبقى بره بيكون موجود علي جبر، يعني في ثلاثي او رباعي اللي موجود هو بيبقى تغييره واحده، ما فيش تغييرات كتير. وخصوصا الخط الظهر ده التغيير الكتير فيه مش كويس، بيبقى فيه ارتباك دايما، لان دايما مهم جدا الخط ده يبقى مجموعه اللعيبه اللي بتلعب بيلعبوا مع بعض على طول عشان يعرفوا اسلوب لعب بعض ويقدروا التغطيات دي بتبقى مهمه جدا، اللي بيعرف ده بيتعامل ازاي بيخرج امتى بيرجع امتى، التحركات بتاعتهم تبقى واضحه جدا مع بعض. عمر جابر هو اعتقد ان هو اللي يمكن بنسبه كبيره هو اللي متواجد في معظم المباريات اللي لعبها نادي الزمالك، وبيلعب في مكان اذا كان بيلعب باك رايت يعني من لاعب متاخر او بيلعب في الناحيه الاماميه او بيبقى شكل هجومي في وسط الملعب. حماده طبعا زي ما حضرتك قلت هو موجود، التغييرات برده في حراسة المرمى كانت في حدود يمكن جنش لعب مباراتين او ثلاثة ما لعبش اكتر من كده، ودخل الشناوي مرة تانية وبقى موجود. فانا شايف ان الاستقرار الفني داخل الملعب من حيث التشكيل مهم جدا، زي وزي اسلوب اللعب وطريقة اللعب، يعني انت لما بتعمل استقرار فني فانت بتعرف امكانيات لعبتك فبتبتدي تلعب باسلوب يتماشى مع امكانياته. النهاردة طبعا انا بحيي الجهاز الفني وماكلش يعني لعب بشكل كويس جدا، قدر يتعامل مع المباراه بشكل محترم قوي، وخصوصا في الشوط الثاني، يعني هو قرر فرقه الشوط الاول بشكل كويس، قدر يطلع بشكل ايجابي انه 0-0. انا من وجهه نظري دي نتيجه تعتبر ايجابيه مش سلبيه، يعني 0-0 دي مش سلبيه في افريقيا. ابتدى يتعامل مع المباراه بشكل كويس، عرف امكانيات اللعيبه اللي بيلعب قدامه الفريق اللي قدامه، فقدر يتعامل معهم بشكل كويس، ودليل على كده ان ادى فرصه وسمح لكوفي ان هو يتقدم في المنطقه زي دي، يعني هو لو مش ما عندوش الجراءة ان هو يقول له اطلع وزيد في وقت معين لما نبقى احنا ضاغطين عليهم ما كانش هيوصل لكوفي ان هو يبقى موجود في المكان ده ويسدد التسديده دي. الحاجة المهمة جدا اللي الكباتن اتكلموا عليها وخصوصا الكابتن احمد حسن وانا يمكن اشرت ليها في الاول، الالتزام الدفاعي اللي كان موجود عليه نادي الزمالك النهارده هو مهم جدا، يعني مش عيب ان انت تلعب يبقى عندك التزام دفاعي عشان تكسب الماتش، يعني انت عملت التزام دفاعي جواك ان انت حسيت وصلت لنفسك ولاعبتك وزمايلك في الملعب ان انا ملتزم جدا دفاعيا، فانتوا ما تقلقوش ان انا موجود في المكان ده، انا بشتغل الناحيه الهجوميه ولكن عندي التزام دفاعي موجود معاك. وده شيكابالا عمله النهارده وعمله بنسبه كبيره ايمن وعمله برده بنسبه كبيره مصطفى فتحي، ده اللي نجح الفريق النهارده ان الخطوط الثلاثه قريبه جدا من بعض، ما بقاش في مساحات تقدر تلعب فيها الفرقه الثانيه مش قادره تلعب فيها الا في اول 10 دقايق بس. الاول 10 دقايق احنا وصلناهم لمنطقه ال 18 وصلوا هددوا النادي الزمالك بكورتين او ثلاثه في منطقه في الست ياردات في اول 4 دقايق، دي كانت مشكله اللي طلعت عاليه في اللاعب عملها ببطن رجله فوق العارضه، التسديده اللي من خارج منطقه ال 18 اللي الشناوي نجح وانا بحييه النهارده على اداؤه النهارده في المباراه، نجح في ان هو يخرجها، دي مشكله كبيره جدا. عشان كده انا كنت بتكلم ان المباريات اللي هي بتتلعب في افريقيا وتطلع بيها نتيجه ايجابيه
ما تديلكش انطباع ان انت بتلعب مع فريق سهل. لا هو انا من خلال خبرتي ان معظم الفرق الافريقيه تيجي تلعب هنا في مصر بارتياحيه وبتادي بشكل كويس وكل حاجه. طب انت هتفكر بقى تقابلها ازاي في المباراه اللي هنا؟ من وجهه نظر لازم برضو يبقى فيه التزام تام. ما دام هتبتدي تلعب بالشكل اللي انت لعبت فيه ده النهارده, الالتزام الدفاعي لازم يكون موجود عندك في كل المباريات, لان انت لما بتبقى بتدافع كويس بتقدر تهاجم كويس. فاللي حصل النهارده انا متهيالي ده حاجه محترمه جدا, قدروا يتعاملوا صح مع المباراه. ارضيه الملعب ممكن بيبقى ليها تاثير بشكل كبير جدا في الاداء من اللاعب المصري, مش متعود على دي. طبعا الكره اللي بقول لحضرتك عليها قدر الشناوي يخرجها بشكل كويس في اول 6 دقايق بالظبط, في اول 6 دقايق بالظبط طلعها. اول 10 دقايق كان هم كان في ارتباك, كان في ارتباك, في تراجع من ال 10 دقايق بس. لكن هنا بص برضو دي في اول 10 دقايق لما تيجي تبص هتلاقي معروف وكوفي وشيكابالا في منطقه. بص هنا ده الارتباك اللي كان موجود ده اللي في الاول, يعني كله بيجري ورا كوره بس ما فيش التركيز او تمركز سليم في المنطقه دي, وده اللي عنا. لكن قدر نادي الزمالك يلم نفسه بسرعه, ودي حاجه ايجابيه, دي حاجه كويسه جدا. ان انا لما بلاقي فرقتي ابتدت الامور مش مظبوطه ابتدي اظبط وقفتي صح وابتدي انظم صفوفي صح. نادي الزمالك عمل كده, يعني برضو دي لازم الواحد يتكلم ويحيي الفرقه نادي الزمالك على الاداء النهارده بالشكل ده, شكل ايجابي, شكل محترم في الملعب. لكن انا عاوز اقول برضو ان الفريق اللي بنلعب قدامه زي المهندس هاني زاده لما قال فريق كويس جدا, هو برضو خد بالك رؤيته من جوه الملعب بتختلف, لان التحركات الخارجيه اللي من غير كوره بتبين برضو اللعيب الفرقه اللي قدامك بتلعب ازاي. فانت ممكن احنا بنشوف اللقطه اللي هي الكوره فيها بس في المكان اللي فيه كوره, لكن ممكن في تحركات تانية ممكن تبين الفريق ده بيفكر ازاي او طريقه لعبه ازاي.